يعني حاب أسلم على إخواني وأصدقائي وحبايبي وجيراني في الوطن وفي السويد وفي كل مكان في العالم. يعني الحمد لله صلينا العيد، الله يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله إن شاء الله نكون استفدنا من رمضان. فرمضان مدرسة، مدرسة كبيرة جدا جدا، نتعلم منها دروس كثيرة. وأنا اليوم حاب أحكي لكم بس درس واحد، يعني يحاول الإنسان من خلال هذا الدرس يستفيد، لأنه هذا بشوفه من أهم الدروس في الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنا أرى أن أهم شيء في حياة الإنسان هو الحب. عندما الواحد فينا يحب أخوه وصديقه وجاره وبلده ودينه ونفسه وهالكون اللي رب العالمين خلقه والحياة اللي هو عايشها، اعرف انه راح يصير عنده طاقة هائلة، راح يصير هذا الإنسان فعلا تشعر فيه في الحياة، راح تشعر انه هذا الإنسان له قيمة في هالوجود. حتى الأرض اللي بيمشي عليها بتشعر إلها قيمة، تشعر إلها بصمة في كل مكان، في أي مكان بيسافر له تشعر إنه هذا الإنسان كله طاقة إيجابية. الإنسان اللي بحب الحياة وبحب دينه وبحب أهله وبحب وطنه وما بحب إيقاع الفتن ما بين الناس. يعني للأسف بعض الناس حتى في العيد بقول لك ليش نعيد وشو العيد وشو المناسبة وشو صار حتى نعيد. يعني في ناس سبحان الله عبارة عن طاقة سلبية، وين ما تحطهم بأي مناسبة إن كانت سعيدة ولا تعيسة، هم عشان عندهم شوية مشاكل مع أنفسهم بدهم يحاولوا ينقلوا هالطاقة للأشخاص الآخرين. يا أخي هذا الدين هو من الله، ورب العالمين حكى في القرآن: ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب. يعني مش انتهى رمضان، يعني انتهت العبادة، العبادة مستمرة، ورب العالمين هذا اليوم يستجيب دعاء المسلمين. فجميل جدا انه احنا لو تعلمنا الحب لوحده، تعلمنا كيف نحب ابونا نحب ابنا. للاسف بتشوف كثير من الشباب والمراهقين في الزمن هذا اللي احنا عايشينه عاقين لوالديهم. كيف رب العالمين بده يوفقنا؟ كيف انه رب العالمين بده يوفقنا وييسر امورنا واحنا ممكن منقوم بالعبادات شكليا وليس منقوم في جوهرها؟ فجوهر العباده ليس فقط هي عبارة عن حركات، جوهر العبادة انه بدها تقربك من رب العالمين، بدها تقربك من الأعمال الصالحة. يعني